وما أنا والله إلا حسنة من حسناتك، والفضل لله، ثم لك أماه فيما أنا فيه اليوم، فجزاك الله عني خير الجزاء. فيا صاحبة الثغر الباسم، ويا صاحبة العطاء والقلب الرحيم، إليك أيتها الجوهرة الغالية، إليك يا صاحبة النبع الصافي، للتي مسحت دمعتي وغسلت عذرتي، للتي أطعمتني وسقتني بيدها، لمن جعلت صدرها مسكنا لي وعينها حارسة لي، أهدي إليك هذا اللقاء وأقول جزاك الله عني خير الجزاء. اللهم احفظ أمي بحفظك، أطل عمرها واحسن عملها واختم بالصالحات أعمالها. أماه لو كان عمرك بيدي لزدته ولو كان فيه فنائي، أماه لو كان أمري بيدي لرفعتك لعنان السماء، والله لن يوفيك حقك إلا الله، والله لن يوفيك حقك إلا الله جل في علاه.